بطبيعة الحال حنا كنستنكروا هذا القرار ديال الحكومة، كنستنكروا كل الاستنكار لأن ما خداوش بعين الاعتبار بزاف ديال 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 المسائل، لأنه باش يطلقونا لمدة ما كملت تشهر يقولوا لنا غتخدموا 50% و 50% يعني فيها مناقشة حتى هي، لأن جميع القطاعات تعطاتها 50%، علاش حنا ما تعطاناش 50% ونخدموا بتدابير احترازية وبنفس داك الشيء اللي يعني اللي كتنص عليه اللي كينص يعني القانون؟ علاش حنا بالضبط اللي كناكلوا العصا؟ علاش حنا واقفين عام ونص وحنا واقفين ونزيدوا نتضروا اكثر وحنا الاولين يعني اخر من نطلقوه اول من غادي يسدوا عليه دابا؟ دونك انا هنا باش نساند الاخوان ديالي لي تريتور نقافات دقيقيه اي واحد في هذا الدومين، لان هذا الدومين راه عنده واحد يعني اش نقول لك يعني تحرك العجله الاقتصاديه، راه فيها ناس راه حنا هذا الدومين هز يعني ما هز داك الشيء اللي ما هزاتش الحكومه براسها، يعني هاد الناس بدل ما تدبر لهم في خدامي وتعولهم وتعطيهم تعويضات ديالهم وسميتو، حنا تنقول لهم يطلقونا نخدموا، مجرد انه يطلقونا نخدموا. هاد الناس ما قالوا لهم عطيونا خلصوا علينا السينيسيس ولا خلصوا علينا حتى شي حاجه، حاجه واحده يطلقونا، حنا عندنا دراعنا بدراعنا كنجيبوها، او اصلا حنا كنجيبوها بدراعنا، ما كيعطينا حد شي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.